مرحبا ابو كين على قد بريسينج، والف الف الف مبروك. الله يبارك بعمرك. تسلم، الله يسلمك. من المستثمرين ومن الملاك لهذا الخيل اللي حقق تراك ريكورد واقوى واغلى بطوله في العالم، كاس دبي العالمي، شعورك كيف؟ ما في شك الشعور يعني لا يوصف، وفي وسط هذا المعلم الحقيقه والصرح، يعني وين ممكن تفوز بسباق زي كذا الا هنا؟ يعني واللي سهل الموضوع كروم، يعني خيل غني عن التعريف، وفيكتور رائع، والتخوف كان انه طالع من 11 انه شوي يبذل جهد اكثر انه يدخل الى بوزيشن بحيث انه ما يبذل جهد وهو يكسر، بس البوزيشن كان ممتاز، وعلى اخر ستريتش يعني كروم جست اعطى اللي عنده، والحمد لله توفيق من رب العالمين. تعليقا على كلامك، انا كنت الحين مع الزملاء قالوا كروم بذل جهد في الانطلاقه اكثر منها في النهايه، طبعا هي غير صحيح الكلام، لكن مبالغه في الاداء الكبير اللي عمله فيكتور في البدايه، هو كان السبب الرئيسي في الانتصار. صحيح صحيح، فيكتور من الاول هو كان متخوف من الكيجز المتاخره، ولكن الخطه كانت ارت يعني ارت از ليجند ما شاء الله عليه، يعني كان حريص انه يحاول يتقدم ويتخطى وياخذ بوزيشن ما يدخل بين الخيول الثانيه، وما ما يبذل مجهود كثير، والمجهود الاخير هو رايح. الحمد لله مش تراك ريكورد دقيقتين وثانيه. اي نو ترى انا جديد، بس يعني من بولو الى سباق الخيل، لكن ان شاء الله بدايه ان شاء الله. لا متميز في البولو، ومشاهدينكم متابعينك هنا عندنا وهناك عندكم، وان شاء الله ايضا في سباقات الخيول ان شاء الله من المتصلين ان شاء الله. بدا اولها مسك، فما بالك بالخواتيم. صحيح، ان شاء الله خواتيمها ان شاء الله ازين وازين باذن الله ان شاء الله. شكرا لك والف مبروك، اتمنى لك الناموس، توفق. شكرا لك. اذا عمر الزيدان.